في ظل زحمة الفضاء الخارجي بالأقمار الصناعية بوجود أكثر من 4500 قمر صناعي يدور فوق رؤوسنا، وعلى الرغم من ذلك لا يمتلك العراق قمرا صناعيا بين تلك الأقمار حتى لحظة تصريح وزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني، حيث قال أن العراق سيعلن في القريب العاجل عن إطلاق أول قمر صناعي محلي عراقي، وجاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر الأمن السيبراني العراقي الثاني، إذ قال إن العراق سوف يطلق قريبا أول قمر صناعي عراقي في أجواء البلاد، وأضاف أن هذا الإنجاز الذي يمثل هيبة وسيادة الدولة وبتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء، والذي أكد على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الاتصالات. ولكن هذا الخبر لم يمر مرور الكرام على العراقيين الذين تهكموا من قدرة العراق على إطلاق قمر صناعي فضائي في ظرفنا الراهن، فانهالت الانتقادات الساخرة والمتهكمة في حين انتشرت مقاطع فيديو ساخرة من تلك التصريحات، وهذه واحدة منها. Ignition. T-minus 10, 9, 8. We should have ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the United Launch Alliance Delta IV Heavy rocket with NROL-71 for the National Reconnaissance Office. Flight vehicles beginning the pitch over maneuver. You are hearing the voice of Patrick Moore providing launch vehicle ascent data. Now 20 seconds into flight, seeing good chamber pressure across all three R-68A engines. Now 30 seconds into flight. And core boosters beginning to throttle down to the partial thrust mode as expected. Core boosters reach partial thrust. Now 46 seconds into flight. Chamber pressures continue to look good across all three R-68 engines. Core booster in partial thrust mode. Port and starboard boosters in the full thrust mode. Now coming up on 1 minute into flight. على الرغم من موجة السخرية، أعلنت وزارة الاتصالات عن استحصال الموافقات على إطلاق أول قمر صناعي عراقي، وأشارت وزارة الاتصالات إلى أهمية القمر الصناعي للعراق من حيث القنوات العراقية الفضائية والترددات الإذاعية، إضافة إلى ما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم الوزارة. وما أن انتشر هذا الخبر كما قلنا حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مشكك ومستهزئ ومتهكم وساخر من أحوال البلاد الاقتصادية والأمنية، واخترنا لكم بعضا من ردود الأفعال، والبداية مع تعليق لعلي رضا. يقول علي: العراق يطلق قمر صناعي لأول مرة، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما أعرف هاي هم دعاية انتخابية لو صدق، أشك أنه أشوف أنه كل ما قامت توعد بالخير وإن شاء الله تتحقق وتصير صدق، ترى كل عراقي شريف يريد الخير لأهله. أيضا هناك تعليق آخر من علاء السعدي يقول: أول مرة انترنت ما بخير بالعراق، خدمات صفر، كهرباء صفر، زراعة صفر، صناعة صفر، تجارة صفر، تعليم تحت الصفر، وصحة تحت الصفر، وبعدين كل شيء بالعراق صفر، وتردون تطلقون قمر صناعي؟ حسبي الله بكم. أيضا تعليق لأنس عادل يقول: أنس يبدأ تعليقه بضحكة، هسه القمر من يطلقوا يوقع على وحدة من الدول ويورطونه ويخلونا ندفع فلوسها ويا التعويضات، وإحنا تونا مخلصين ديون الكويت علينا، صار 20 سنة ندفع بيهم، استروا علينا، الله يستر عليكم. تعليق آخر من حيدر الغالبي يقول: حيدر، أمس الزوار بالديوانية والحلة ماكو تغطية، يردون يتصلون بأهلهم ماكو شبكة، وتريدون تطلقون قمر صناعي فوق، يا بيت فقير راح يطيح، وهم ينفجعون العراقيين بكارثة جديدة مثل احتراق المستشفيات.